بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل دروس الـ Orange Data Mining مع الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، مع درس مهم جدا جدا اللي هو كيف ممكن نعمل Training لـ Images ونعمل Prediction، كيف ندرب ونتنبأ بالصور. هذا درس مهم جدا، لكن مشابه للتكست كلاسيفيكيشن وريجريشن تقريبا، لكن نشوف كيف نتعامل مع الصور بالذات. نفس الدرس السابق نستعمل من كاجل الكاتس ودوجز بانداز داتا سيت، هي اللوكيشن تبعها، راح اخلي لكم اياها بالوصف. تعملوا من هون داونلود بعد ما تكونوا انتم ريجسترد على كاجل ويكون لكم يوزر نيم وباسورد، تعملوا داونلود وتحطوها في لوكيشن معين، والان بورجيكم كيف اللوكيشن وايش كل الاشياء اللي تعرف بالموضوع. اذا بفتح الاكسبلورر انا حاط عندي منزل اندر الكاتس والدوجز، هاي الفولدر عملت لها انزب اللي عملت لها داونلود. بروح داخل الانيمالز، في انيمالز وايمجز، داخل الانيمال اول انيمال في كمان انيمالز وفي ايمجز، فهذا اللي بيهمني. جوا الانيمال الاولى في انيمالز وايمجز، جوا الانيمالز في الكات دوج بانداز، هذولا مهمين اساسا نعرف اننا ناخذ هذا الفولدر ونشتغل فيه. فابدا اعمل انا هيك كوبي للفولدر هذا، والايمجز اللي بتعمل فيهم بريدكشن دخل يتنبا بالكات وبالدوج وبالباندا هاي. فهل يستطيع الداتا مايننج تبع اورنج يدرب الموديل على الايمجز تبعات الانيمالز الكات والدوجز والبانداز، هاي الكاتس والدوجز والبانداز، هل بستطيع اخلي السيستم يتعرف على هذول الكاتيجوريز ومن خلالها بعدين اقدر اعمل بريدكشن لهذول الثلاث ايمجز؟ الجواب ابسولوتلي يس، نعم. خلينا نشوف كيف. فعرفنا احنا السالف فولدرز وعملنا داونلود لها، طبعا ممكن تستعملوا انتم اي ايمج بدكم اياها، بس يكون عندكم مثلا اسم الكاتيجوري وفيها جواتها مثلا 2 3 4 وات ايفر كاتيجوريز حسب شو اللي انت عندك داتا سيت، وبخلوا برا هون في للبريدكشن ايمجز معين. تمام، نيجي الان على اورنج داتا مايننج. الموضوع سهل جدا جدا جدا، وخلال دقيقتين ثلاثه بتكون الموضوع المشروع كله منتهي. نيجي اول شيء شو نسوي، طبعا لازم يكون عندكم عشان الايمجز لازم يكون نازل عندكم الايمج، الايمج اناليتكس لازم يكون نازل. فبتيجوا هون بتنزلوها بتعملوا تشيك على الايتم هذا وتقولوا له اوكي بنزلها، عندكم كل التولز كل الويدجز تبعت هذا الكاتيجوري، وبس تخلصوا بتسكروا البرنامج وتشغلوه كمان مره بيطلع معك النظام. طيب خلينا الان نشتغل على الايمجز اناليتكس. هاي الايمجز، الايمجز اناليتكس اللي هي فيجوالايز مودلز ان سوبرفايزد، هاي الايمجز اناليتكس. هاي الايمجز احنا نستعمل ثلاث شغلات. طيب تمام، من اول شيء نشوف الايمج امبورت، نجي نحطه هنا، هاي لنا الايمج امبورت. شو بسوي الايمج امبورت؟ بعمل امبورتنج للايمجز من فولدر معين، فبعمل دبل كليك عليه، ممكن اختار فولدر معين، هي مثلا الانيمال، جوا الانيمال في انيمال، لاحظوا في جوا الانيمال في ثلاثة كاتيجوريز، باخذ البيرنت تبعهم، باخذ الانيمال، بقول له سيلكت فولدر. هاي بعمل البروسيسنج قاعد، قال لي انه وجد ثلاثة كاتيجوريز، مضبوط ثلاثة كاتيجوريز الدوج والكات والباندا، وعندنا 3000 ايمجز، لكل كاتيجوري 1000 ايمج، تمام هيك؟ تمام. الان عشان اتعامل مع ايمجز لازم اعملهم اول شيء ايش؟ image embedding. فبقول له هاي اعمل لي image، بدخل الايمج امبيدنج اللي هو هذا الايتم image embedding وبوصلهم مع بعض. لاحظوا هاي الان بدا يشتغل عشان يعمل converting الايمجز صور الى ارقام. ارقام راح يخلق لي هون 1000 كولوم جديد ويحط فيها الارقام. شو الارقام هاي؟ هاي الارقام بنسميها الفيكتورز، هاي بسموها الفيكتورز. الفيكتورز هاي بتحتوي على بيانات مهمه جدا عن الصور، ايش تشابه الصور، ايش الاختلاف، وقديش بعد الصور عن بعضها، كله هذا هو لحاله بيعمل اناليسز للصور وبيحطهم في كولومز معينه. لسه هو شغال زي ما انتم ملاحظين، هسه بخلص. طبعا عندنا 3000 ايمج، فقديش عندك انت ايمجز؟ باخذ هي خلص تقريبا، خلص. طبعا بيعمل ايمج امبيدنج في عده طرق عشان يعمل ايمج امبيدنج. هون استعملت انا شيء اسمه سكويد نت، سكويد نوكل، بعمل دبل كليك سكويز نت لوكال عشان يعمل كونفرتنج لوكالي للايمجز.
اذا عندك نت وسريع وبدك اياه يجرب الاذر نودز ممكن تستعمل الفي جي جي 16 19 والاذر اوبن فيس انسبشن 3 موجوده زائد ممكن هم يدخلوا اذر نودز على الموضوع هذا تمام. فهيك عملنا ايمج امبيدنج هسه جاهزين لايش؟ للتدريب. للتدريب شو بدي انا؟ بدي موديل معين فبدي ادربه على اي موديل؟ بدي ادربه على مثلا خلينا نحكي لوجيستيك ريبش. هاي لوجيستيك ريبش تمام؟ هيو اخذ وقت شويه قاعد يدرب. لاحظوا انه وقف شويه. لاحظوا انه بيعمل ويتنج عشان انه يدرب ال هاي خلص عمل تدريب. والان بدي اشوف انا ايش؟ تيست تبعي تشوف الريزلت الاكيوريسي طبعا افتحها ناثينج بكون فلازم انا اوصل كمان الداتا داتا امبيدنج مع تيستينج تمام. هاي داتا امبيدنج مع تيستينج فبدا الان يحلل البيانات واسا بنشوف الاكيوريسي. فهي تيست وسكور بتول تيك شويه وقت فبما انه باخذ وقت خليني كمان كويكلي نحكي انه احنا عملنا امبورت الايمجز عملنا embedding للايمجز صاروا عبارة عن numbers وبعد ما صاروا numbers بدي ادخلهم الان على logistic regression واعمل تيست وشوف السكور تبعها شو جاب السكور. هاي شغال بخليه شغال لحد ما يخلص. طبعا احنا هنا ممكن نشوف اذا حابين تشوفوا الداتا تبعت الداتا داتا تيبل تبعت الايمج embedding بتشوفوا بس عشان شغال خليه يخلص عشان يجيب لي تاب الداتا تيبل. بس هسه في عندي 19% على اللوجيستيك ريجريشن فبدا انتظر واستنى لحد ما يخلص التست اند سكور ونشوف العلامات. ومنها بدي اخذ ايش كمان؟ خلينا كمان نكمل. بدنا بعد التست اشوف الكونفيجن ماتريكس. كونفيجن ماتريكس هي حطيت الكونفيجن ماتريكس. طبعا زي ما انتم ملاحظين بظلها مبينه خط متقطع لانها لسه ما اشتغلت. لسه هاي الداتا شغاله. هي صارت 39% لحد ما تخلص بصير هاي الخط كامل. وبعد الكونفيجن ماتريكس بدي اشوف كمان فيو الايمجز. هسه كمان نشوف الفيو ايمج فيور ايمج فيور. خلينا هيك انا عملت كل شيء هيك ظبطته ماشي. بحب يكون الورك فلو مرتب مظبط كل شيء منظم. هاي 39% خلي ياخذ وقته لحد ما نشوف شو. هاي صارت 49% خلي ياخذ وقته وبعد شويه بدنا نسوي تنبؤ. فخلينا هسه ننتظر الريزلتس تبعات تيست اند سكور. طبعا عشان في عندي ايمجز كثيره فقاعد بدرب وقاعد بشوف الريزلتس. هاي صارت 59% طبعا من المهم اني اربط الايمج امبيدنج مع اللوجيستيك ريجريشن او مع اي اذر كلاسيفيكيشن الجوريثم وبربطه مع التست اند سكور. ولازم اربط الداتا كمان مع التست اند سكور تمام حتى يكون كل شيء مشبوك مع بعض. فخلي هاي صارت 69% انا منتظر معكم عشان نشوف الريزلتس مع بعض كلنا وكمان حتى نقارن بعد شوي كمان اذر الجوريثمز ونشوف شو بصير معنا. هاي صار عندنا 79% فبنتظر عشان ايش؟ لحد ما يخلص كل هاي 89% خلص. هاي شغال يعني بعمل تريننج وحسب اللوجيستيك ريجريشن تمام. ان شاء الله يعني اقل من دقيقه بكون مخلص ونشوف النتائج. طبعا هون بهمني اشوف الكونفيجن ماتريكس كمان اشوف شو اللي رونج بريدكشن. هيو خلص. لاحظ بس خلص صار في عندي خط موصول كامل بين التو ايتمز وبين حتى سيليكتد. فاسباجي بعمل دبل كليك هون بلاقي انه الريجريشن اعطاني 99% اكيرسي لوجيستيك ريجريشن which is excellent. هاي ريزلت. خلينا نشوف الكونفيجن ماتريكس. هاي الكونفيجن ماتريكس وهون ذا بيوتي وحلاوته وجمال هاي التول. لو بدي اشوف مثلا انا الدوجز هون بقول لي انه من 3400 46 مس كلاسيفايد. هاي بعمل كليك عليها وباجي بعملها فيو بشوف انه هاي مس كلاسيفايد. كيف مس كلاسيفايد؟ الدوجز سواهم باندا. خلينا نشوف برا الدوجز بكونوا قريبين يعني شوف كيف لاحظ انه هذا بني مع ابيض قريب من الباندا فلاحظوا كيف سواه. هذا عشان في سواد
والباندا فيها سواد. لاحظوا كيف بديت احلل الان البيانات واشوف كيف اللي مس عشان هو اشوف تقريبا ابيض واسود سواه زي باندا. فدوج دوجز بدل ما يسويها دوجز سواها باندا هون. فلو نشوف شيء ثاني مثلا 23 باندا سواهم كاتس هون. بعمل كليك عليهم وبشوفهم ليش هي سواهم كاتس. بقول لك هاي بجزء اقرب للكات. لاحظوا الصوره فعلا الصوره هاي اقرب للقط من الباندا. فهيك بديت انا اشوف الصور واشوف الكونفيجن ماتريكس واشوف شو اللي مس كلاسيفايد واعمل ايمج فيور واعمل ايمج فيور. طيب الان بدي اعمل بريدكشن. بدي اعمل بريدكشن. باجي من هون طبعا اول شيء شو بدي اسوي؟ بدي اختار شو انا اي تو بريدكت. فانا بدي اقول امبورت ايمج امبورت ايمج وبدي اختار ال ايش هسه الايمجز اللي بدي اعملهم بريدكشن. بدي اختار الايمجز. لاحظوا الايمجز اللي الفولدر يعني بس بعمل كليك عليه مره واحده بس على الايمجز كليك لانه في 3 بيكتشرز جواته. بعمل سيلكت. هي عملت سيلكت. هي خلص انا الاختيار الايمجز. شو بدي اسوي الان؟ لازم اعمل ايمج امبيدنج كمان مره. هي ايمج امبيدنج بس لثلاث صور على السريع جابي اياهم وبعدين بدي اعمل بريدكشن صح؟ بريدكشن وبدي اربط اللوجيستيك ريجريشن الموديل تبعي على البريدكشن. بعمل دبل كليك هي جاب لي اياهم. لاحظوا عندي هي ثلاثه ريكوردز الثلاثه ايمجز اللي موجودين بالفولدر تبع الايمجز الكات والدوج والباندا. الكات سواها باندا في غلط هون. لاحظ كيف في مس كلاسيفايد. الدوج سواها دوجز مزبوط والباندا سواها باندا. هذول التو ريكوردز مزبوطين. الكات عملوا باندا. الصوره اللي جوا الايمجز فولدر الكات سواها ايش؟ باندا. عمل كلاسيفايد لها انها باندا. طيب خلينا نشوف اذر كلاسيفيكيشن مودلز واشوف هل يا ترى انهم بيعملوا بريدكشن مضبوط. بدال اللوجيستيك بدي استعمل مثلا خلينا نحكي تري. التري هاي التري وبدي اربط التري مع مين؟ بدي اربط التري مع التست ومع البريدكشن. هاي ربط مع التست هاي بدا يعمل تريننج. خليه يعمل تريننج الان هاي 9%. وبدي اربطه كمان اللوجيستيكيشن مع البريدكشن. هاي مع البريدكشن. فخليه بس يخلص خلينا نشوف قديش نسبة الاكيوريسي. 49% 59 صار هي والمية 69 هي وخلص. بعمل دبل كليك اعطاني كمان التري اكيوريسي 91 مع انه هون 99 هون اعطاني 91 اعطاني 91% اكيوريسي. بس خليني اشوف البريدكشن. خليني اشوف البريدكشن انه اعطاه مضبوط ولا لا. بالتري فعلا الكات طلعوا كات. لاحظوا كيف اختلاف انه الكات طلعوا كات بالريجريشن لوجيستيك ريجريشن طلعوا باندا. الدوج طلعهم ثلاثه طلعوا دوج دوج ما في مشكله والباندا طلعت باندا هون طلعت باندا هون. لاحظوا كيف. ف هيك بقدر اني اشوف كل عندي اللوجيستيك ريجريشن تري او الاذر كلاسيفيكيشن مودلز كيف. بالاخر نحط كمان انذر موديل. خليني كمان اضيف بدي اضيف عشان كمان هيك نخلي الامور ممتعه جدا. بدي اضيف مثلا الكي ان ان. كي ان ان بدي اربطه مع التست وبدي اربطه مع البريدكشن. هيو بدا يشتغل على الكي ان ان. خلينا نشوف قديش بيطلع عندنا النتائج كيف راح تبين النتائج. تمام خليني انزل هيك عشان يكون الورك فلو يطلع حلو ويطلع مرتب. اذا بعمل دبل كليك هون بتشوف البيانات. اذا هون داتا تيبل اللي على الايمج امبيدنج بنلاحظ المعلومات الاساسيه زائد في عندي 1000 كولوم. لاحظين كيف 999 كولوم فيهم بيانات على كل صوره. لاحظوا هو هذا هو الايمج امبيدنج بيعمل لي هاي الداتا بالطريقه هاي. هي صارت 19%. خليني كمل خلينا نشوف قديش الريزلتس ونشوف البريدكشن بعد شويه. هي 29%. لاحظوا كيف الورك فلو سهل مباشر ما في تعقيدات ولا عملت لاين اوف كود على الاطلاق ولا عملت لاين اوف كود
وكل شيء مبين عندي، بقدر اعمل شو الصور، شو الكلاسيفايد، شو الكونفيجن ماتريكس. يعني هذا هاي التول عباره عن نعمه لجماعه اللي بدهم يشتغلوا اي اي وعلم البيانات بدون ما يبرمجوا. لكن عشان فكره عشان تكونوا بالصوره، راح كمان ادخل بايثون سكريبتس على هاي المودلز ليتر اون، وراح تشوفوا العجب العجاب حقيقة. راح تشوفوا أشياء رهيبة جدا، بصير الواحد يعني يلعب بالبيانات لعب، يصير يعني يسوي تكنيكس معينة بالسكريبت تبع بايثون ويغير فيه إذا بده، يعمل الموديل جديد، يعمل إشي جديد، يغير بالسكريبت، وممكن يستعمله ككومبوننت ويضيفه عنده هون إذا بده. هاي بتعرفوا هاي فري يعني أوبن سورس، حتى أنت ممكن تسوي نيو كومبوننت وتدخلها هون إذا أنت حابب. ففي طريقة تعمل الحكي هذا، لكن احنا بس الفوكس على كيف تعمل بايثون سكريبتس في التول هاي، وكيف تصير تجيب داتا من الكومبوننت السابق اللي من الوجت السابق الى الوجت اللاحق، وكيف تعمل المانيبيليشن لهاي الداتا. ليتركون ان شاء الله بنناقش فيها. لسه الموضوع قاعد اعمل هي 79% صار 79. لاحظوا كيف المسهل الموضوع، يعني الموضوع سهل جدا، دراج دروب، حط فيه باراميترز وبتطلع معك الريزلتس، وكان الله سريع عليهم. هذا الموضوع كثير مهم لجماعة الماجستير والدكتوراه، خاصة بالرسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية، بسهل حياتك، ما في داعي تبرمج، وكل الناس من كل الكليات ممكن يستعمل هاي التول. هاي وخلص، نعمل تيست سكور، بنشوف الآن عندي كين أنا أعطى 98%، أعطى 98%. إذا بنشوف الكونفيجن ماتريكس ممكن نشوفها على الكين أن، مثلا هاي مثلا على الكين أن في عندي 19 وحدة مس كلاسيفايد، المفروض انها تطلع باندا، طلع لي اياها دوجز، باندا طلع لي اياها دوجز. خلينا نشوف بالله ايش هم، هذا طلعهم كلاب دوجز. لاحظوا كيف هاي فعلا انها بعيدة شوي، مش مبينة، هذا لانها بعيدة كمان ممكن تطلع دوج صحيح. طيب وهاي كمان قريبة جدا للدوج. طيب اذا نشوف احنا هيك ونشوف البريدكشن، الكين ان طلع كات دوغ باندا مظبوط 100%، بنلاحظ انه التري والكين ان طلعهم مظبوط زي الايمج نيم، وايل اللوجيستيك اخطا بالكاتس اول ريكورد، بدل ما يطلع كات شو طلع لي باندا. فهيك بنكون احنا عملنا درس متكامل على الايمج، كيف نعمل تيستينج، كيف نعمل الكونفيجن ماتريكس، كيف نعمل ايمج فيورز، كيف نعمل بريدكشن، كيف نعمل ايمج امبيدنج، وهيك بتكون الامور ان شاء الله تمام. فهيك بنكون خلصنا الدرس، وان شاء الله في الدروس القادمه نتطرق لمواضيع شيقه جدا وجديده، وراح تتفاجئوا قد ما في يعني اشياء ممكن تعملوها في هاي التول الرهيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.